السلام عليكم. نستكمل في الدرس رسم رجل الثلج. طبعا بعد ما عملنا هنا الشمس وعملنا الأرضيات والخلفية، نيجي نعمل هو الشكل الأسفل من الجسم اللي هو شكل بيضاوي. هذا كيف ممكن نعمله؟ تمام، هذا هو عبارة عن فيل أوفل. تمام، فيل أوفل، فباجي هنا بعمل، أو هو حيكون لونه أبيض، فباجي هنا على النت بينز بقول له جي دوت سيت كلر، باجي بقول له عندك اللي هو اللون وايت. تمام، طيب باجي بقول له جي دوت سي دوت فيل اوفال. تمام، طيب هو حيكون في اكس قديش؟ هو حيكون في كم اكسل؟ فباجي انا هنا طبعا على الرسام، فباجي بقول له عندك بحدد له هنا في النص، طبعا هنا حيكون 300 او هي ايش 127 تقريبا 127، فباجي هنا وباجي بكتب له 127. تمام، اوكي. طبعا باجي بعمل هنا ايش ليفت زائد اللي هي 127. طب بالنسبة للتوب، باجي بقول له بالنسبة للتوب قديش لحد يجي من هنا، فبقول له التوب 265، فباجي بقول له 200 توب زائد 265. طب بالنسبة للويدث تبعه قديش؟ فانا عندي على الفوتوشوب، اذا انا ما عنديش ممكن يعني ممكن اجيب الطول عن طريق الفوتوشوب. تمام، طبعا انا باجي هنا بحدد اللي هو العرض قديش. تمام، طبعا العرض تبعه 245، باجي هنا بقول له 245 245. طب بالنسبة للهايت، فباجي بستخدم هنا وبقول له هنا ايش الهايت قديش، 121 او 120 120. تمام، باجي بقول له 120 وباجي اعمل ران هنا ونشوف كيف رسمني الشكل البيضاوي هذا. طبعا هو رسم سهل جدا، بس لكن هي حتغلبك ممكن طبعا هنا ايش في هنا مشكله اللي هي عندك التوب، المفروض هي ما كانتش لازمه. تمام، هي المفروض هذا مش لازمه الليفت ولا اللي هو هذا. تمام، فباجي اعمل له كده اوكي، بس ثواني. اوكي تمام، هي رسم لي اياها اللي هو ايش بالضبط هنا. تمام، اوكي. بعد كده ايش حاجه اعمل؟ حاجه اعمل اللي هو الجسم الثاني او المنطقه الثانيه اللي هي هاي، اللي هي منطقه اللي هو البطن والكذا والاشياء هاي. تمام، طيب باجي بقول له اللي هاي تبعها الاكس قطع قديش، بس قبل ما اقول له الاكس قديش حاجه اعمل اللي هو ايش اللي هو عندك حاجه اقول له جي دوت فيل اوفال. تمام، الاكس قديش تبعها؟ فباجي بقول له هنا الاكس تقريبا 168 168، والواي قديش؟ باجي هنا وباجي هنا طبعا هنا الواي تبعه قديش؟ 153 تقريبا 152 152. وباجي بقول له الهايت قديش؟ الويدث تبعه، فباجي هنا على الفوتوشوب وباجي باخذ العرض تبعه هنا. طبعا العرض تبعه 157 157، هنا 157. طب بالنسبة للهايت، بالنسبة للهايت طبعا حيكون بهذا الشكل 115 115. واجي هنا واشوف الرسم طلع معي اوكي اوكي زي ما شايفين، هي وصلنا اللي هو الجسم هذا. طيب بدي ارجع من منطقة الراس. طب منطقة الراس هي حتكون نفس الشغلة جي دوت فيل اوفال فيل اوفال. طبعا هي يعني كل قصة الرسم تحديث الاحداثيات الاحداثيات والويدث والهايت، لازم تكون انت عندك مثلا برامج اللي بتساعدك على انك تجيب لك الاحداثيات. تمام، فباجي هنا بقول له هنا بالضبط بحطها، طبعا شوف النص. تمام، 215 الاكس 215 الاكس 215 بالنسبة للواي، فباجي هنا وبقول له عندك الواي قديش؟ الواي 96، هنا ايش؟ 96. طب بالنسبة اللي هو الويدث والهاي، طبعا الويدث والهاي زي ما شايفين هو حيكون نفس على القد بالضبط. طبعا هو ايش؟ 63 او قديش؟ 65 في 65 على ما اظن. تمام، 65 في 65. تمام، فباجي هنا وحاجة أقول له طبعا هي ايش 65 في 65، باجي بقول هنا ايش 65 في 65، وباجي بعمل ران هنا ثواني بس
اوكي، زي ما شايفين. بس ممكن الراس نرفع كمان شوي، هي مش هنا. انا ممكن اقول له 92، يعني على اساس ان اجيب انا ايش، يعني الراس عندي مش داخل في الجسم. اوكي كده مناسب، يعني مقبول نوعا ما. اوكي طيب، بعد كده ايش حاجة اعمل؟ اول ايش، طب نشوف الوقت. طب خلينا هيك نوقف ونكمل الدرس القادم، والسلام عليكم.